نشأ أحمد بن سعيد في أدما تاجراً محنكاً. إننا نعرض بضائع فريدة في السوق لا يوجد مثلها. هكذا عرفه الناس، تاجراً يعرف كيف يصرف تجارته. قرر أحمد بن سعيد أن يطور تجارته، فانتقل إلى صحار. كان ميناء صحار آنذاك يعج بالتجار وأصحاب الثراء، وقد أدهش الناس بحكمته ودهائه. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. كان سيف بن سلطان إمام عمان آنذاك. دعت الحاجة إلى وال فذ يقوم بأمر صحار. أشارت الأصابع متفقة إلى أحمد بن سعيد، فقد ذاع صيته بين الناس بالحكمة والعدل والدهاء والثراء، فأصبح ابن سعيد والي صحار. أتشرف أن أكون والياً على صحار. لم تفرش الورود لأحمد بن سعيد حين أصبح والياً، فقد كانت تنتظره مهمة شاقة. الدولة اليعربية تنفض أنفاسها، فقد صارت ضعيفة ولم تعد كما كانت. وها هي قوات نادر شاه تغزو عمان وتعيث فيها فسادا، وكانوا قد توغلوا في الديار العمانية. حرك أحمد بن سعيد بصيرته وولاءه العظيم لعمان. أيها العمانيون، فلندافع عن أرضنا ولنباغت العدو في كل مكان. وحاول ابن سعيد جهده أن يردعهم، فاستنزف قوة العدو بحكمته ودهائه. أصبحت قوات نادر شاه خائفة وجلة رغم قوتها. وحقنا للدماء توصل أحمد بن سعيد لاتفاقية خراج يدفعها سنوياً لنادر شاه وجنوده. دب الضعف في عمان أواخر حكم اليعاربة، وكطبيعة الناس ينظرون لرجل يقودهم ويأخذ بالبلد للرخاء والأمان. لم يرى الناس أكفى من أحمد بن سعيد، فهو التاجر المحنك والوالي الذي حقن الدماء. فصار أحمد بن سعيد إماماً لعمان. وها هو أحمد بن سعيد يخاطب الناس. يا أهل عمان، يا أهل ودي وخلاني، بايعتموني على الإمامة فبايعوني على السمع والطاعة. وللعدو في بلدنا صولات وجولات، يأكل خيراته ويطعم ثمراته. ولكن إذا كان البأس بيننا فهو أشد وأفضع، فلنكن يداً واحدة في ردع العدو وطرده، ولنمضي على بركة الله. وصار الإمام يؤلف القلوب بإرسال رسله المنتقين لكل أطراف عمان. عندما وليت إمامة عمان، رأيت أن ببعض النفوس حزازة على ذهاب ملك اليعاربة، فقررت الزواج من إحدى كريمات اليعاربة، على ذلك يؤلف القلوب ويرأب الصدع. بعدها أرسلت رسلاً لكل أطراف عمان، وبعثت بالهدايا فكسبت قلوب العمانيين، وخضع الجميع لحكم واحد، فدب الرخاء والاستقرار، وأصبحت عمان جاهزة لطرد العدو. عندما صار أحمد بن سعيد إماماً لعمان، حارب قوات نادر شاه اقتصادياً، فقد فتح ميناء بركاء على مصراعيه، ولم يفرض رسوماً، فصار الميناء هو الذي ترسو فيه السفن، وليس ميناء مسقط الذي تسيطر عليه قوات المحتل. ادفعوا الخراج السنوي يا أحمد بن سعيد. لن ندفع لكم الجزية بعد اليوم. لماذا ندفع الخراج؟ أليست الأرض أرضنا؟ كان ذلك في ضعفنا ووهاننا، أما وقد توحدت عمان وقويت شوكتها، لابد لهذا الأمر أن يقف. كان لقطع الخراج أثر بالغ،
فقد كانوا يقتاتون بذلك الخراج ويعتاشون منه، ولكن حنكة الإمام في الامتناع عن دفع الخراج وقطعه أفشى فيهم الفقر والجوع، فصاروا يتصارعون بينهم، فلا رواتب تصرف للقوات، فقرروا تهديد عمان والتشديد على طلب تسليم الخراج. جاءت الوفود تطالب بالخراج، ولكن أحمد بن سعيد كان موقفه حازماً وأعاد هيبة عمان، امتنع عن دفعها، فصارت الحرب سجال، وتبعهم بالثأر في البر والبحر، وصارت عمان كلها تقاتل، ويحتدم الصراع، وتحرق سفن القوات الغازية، ويستسلم العدو أمام عمان. هنا وصل أحمد بن سعيد بعمان لبر الأمان، وأعاد لها قوتها وهيبتها، وسجل اسمه تسجيلاً جليلاً يتلى على صفحات الدهر بكرة وأصيلة، لينبلج فجر جديد على عمان، وهو دولة البوسعيد القوية الموحدة.